قايلين نعرف بعضنا. لا هذا صوروك انت خلاص. السلام عليكم. هذه البلاصة يقولها منطقة حسيده. رانا نخدم هنا في المنتوج تاع البطاطا. السنة عندنا خدام هنا نقلعوا البطاطا. والحمد لله رانا نخدموا فيها خدمة مليحة. بطاطا خير ربي يوم شافوها الصحافة. وحنايا يعني المشكل تاعنا رانا داير خدامة البطالة. عندنا جماعة تخدم عندنا خدامين. والمنتوج تاعنا راه يتعدى حتى 75% ونخدموا من المازوت. كون الدولة والسلطات تعاوننا بالكهرباء هذه الكهرباء بالك نتزوجوا حتى 100% نتزوجوا ونخدموا من البطاطا نخدموا دوكا في جري تاع البطاطا ونخدموا في القمح والشعير نخدموا في كلش في البصله. ايه كون الدوله تعاوننا بالكهرباء نخدموا انا نخدموا دوكا بالمازوت. راهم شافوا جاوا المنطقه اللي شافوها ويعرفوها راه منطقه فلاحيه بامتياز. ايه يعاونونا بالكهرباء نطالبوا من السلطات تعاوننا بالكهرباء. وجوا شوفوا الدولة تعاوننا بالكهرباء الاكتفاء الذاتي السوقنا كي يقول لك السوقنا ما نعاودش الدولة تسوي هذه بطاطا وقمح ما تسوردوش كاع نخدموا هنا في بلادنا بلادنا نجيب كل شيء. حنا نطلبوا من الدولة تعاوننا بالكهرباء برك بزاف الحين بزاف الحين ياسر منا راك منا من زقيعة وهاروح حتى للبيرة فوت البيرة كاع تقريبا في الحين هذو وراكم تعانوا تخدموا بالمازوت. نعانوا في معاناه كبيره كاع بالمازوت. موت ولادك عارف هذاك هذاك بطاطا جنة خير ربي تحضر غير بالمازوت الله قال. نخدموا نقلعوا بطاطا نخدموا القمح الشعير الزروديه البصله كلش بصح هذا تخدموا فيها بالمازوت ومتعب فيها المازوت ديك ما عندناش تكسيتي طالبين من السلطات يعطونا تكسيتي. هنا منطقه الحسيدي ما كاش تكسيتي طالبين منه بطاطا خير ربي الله يبارك ندعموا الاسواق نخدموا الله قال كون يعطونا تكسيتي هذو كلش متهنيين خدمة نخدم نعاود بصح ما تيش ما كاش على الاقل بالك ممكن حبس معاناة علينا بزاف كاع ما علينا عاونا كاهنا منه كما سناك على المازوت نارت كل يوم بتي تاع ديال بعد ديال الايام اربع ايام بعد ديال مواته عندي زوج كات واحد تيس سلطات تعاونا بتيشيتي نخدمو كلش ما نحبسوش ندعمو كلش ندعموا البطاطا كمان نخدموا نزيد نكبروا المشروع اللي قمح نكبروا المشروع الشعير عندنا كلش الله قال ما زودرنا بزاف